نروح للخبر اللي بعد كده او الملف اللي بعد كده. طبعا كلنا بسطنا في الاول على قرار اصدرته وزاره الصحه خاص بصرف البان الاطفال المدعمه بالكروت الذكيه، بدل ما الامهات يتعبوا نفسيا وجسديا عشان يصرفوا الالبان لاطفالهم الرضع، بدل ما يكون في سوق سودا في الصيدليات او حتى الوحدات الصحيه التابعه للوزاره بسبب طبعا بيروقراطيه ساعات كده يتاخر وصول دفعات اللبن فهيخلي الدنيا تتقسم. لكن خليني اسالكم سؤال، هو الكروت الذكيه دي فعلا هتحل المشكله؟ طب ايه الحاجات اللي هتخلينا نتغلب على اي مشكله تواجه المنظومه دي؟ زميلتي شريف مجدي عملت لينا تقرير لحصاد الاسبوع بيحصل الازمه ويفهمنا المشكله فين بالظبط في موضوع البان الاطفال. خلينا نشوف ونرجع. أزمة تهدد قرابة ربع مليون طفل طفحت إلى السطح فجأة بقرار وزير الصحة بالبدء في تطبيق منظومة جديدة لصرف ألبان الأطفال المدعمة، منظومة ذكية لا تحمل من اسمها شيئا، هكذا وصفها مواطنون ذهبوا إلى مقرات الشركة المصرية للأدوية لصرف العبوات المدعمة فلم يجدوا شيئا، وفوجئوا بمن يبلغهم بأن طريقة جديدة لحصولهم على غذاء أطفالهم قيد التطبيق. تعتمد المنظومة الجديدة التي تنوي وزارة الصحة تطبيقها على نظام الكروت الذكية في صرف اللبن المدعم من خلال 1005 منافذ على مستوى الجمهورية ممثلة في وحدات الرعاية الصحية ووحدات الأمومة والطفولة، ليتوقف بذلك صرف الألبان من الصيدليات المقدر عددها ب 65 ألف صيدلية. الوزارة تقول إنها تستهدف 325 ألف طفل سنويا مستحق للدعم، وهو ما يعادل 10% من الأطفال، حيث تستورد 18 مليون علبة لبن سنويا بتكلفة تقارب 450 مليون جنيه، وتتحدد أحقية الطفل طبقا للمعايير وهي التوائم ثلاثة فأكثر، الأم المريضة مرضا مزمنا وتستخدم أدوية تؤثر على إفراز اللبن، التوقف الكامل للرضاعة الطبيعية شهرا فأكثر أو في حالة وفاة الأم. الصحة تؤكد أن القرار يصب في مصلحة المواطن بإحكام الرقابة على الألبان وضمان عدم تسريبها وبيعها في السوق السوداء بتوفير علبة اللبن بخمسة جنيهات بدلا من 70 جنيها في الصيدليات. ولكن حتى تبدأ المنظومة في العمل لا تعرف الأمهات من أين سيدبرن طعام صغارهن.